حياكم الله من جديد، وبرنامج حفاظ من بلدي. وطبعا راح ينضم لنا الشيخ الفاضل الشيخ فهد عبد الله العجمي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومعضلة النت فيها مشكلة، الإنترنت فيه مشكلة، راح إن شاء الله ينضم لنا الشيخ الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد. حيا الله الشيخ شيخنا الفاضل الله الشيخ فهد يحييك عبد الله العجمي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حيا الله أبو عبد الله. الله يحييك ويسلمك يا أبو محمد. الله يطول بعمرك. شيخنا أبو عبد الله، طبعا النت سامحنا طلع من عندنا المشكلة مو من عندك، أنا قاعد أبد أقول ولا المشكلة. يهمك، الله عزيز يعافيك. غالي. شيخنا، كيف استقبلت شهر رمضان في هذه الأجواء، الحظر وغيره؟ شنو البرنامج اللي دائما تسويه في هذا الشهر وأنت في البيت؟ الله يسلمك. الله، يعني الواحد يستبشر بهذا الشهر الفضيل، وده أن طول السنة يكون رمضان، لكن حكمة الله عز وجل. نعم فصراحة فرحانين بهذا الشهر، ومن قبل شهر رمضان بشهر شعبان مثل ما يقولون شهر القراء، يعني الواحد يمهد حق نفسه إلى أن يدخل بهذا الشهر الكريم. ولله الحمد وصلنا له، وعسى الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر ويعيننا على صيامها وقيامها. آمين. ولله الحمد، مثل ما يقولون لا بد من مراجعة القرآن، وهذا شيء يعني كل واحد قرأ القرآن وختم القرآن لا بد أن يكون من جزء اليومي، فلله الحمد موجودة هذه الخطة. نعم، عسى الله يبارك ان شاء الله. آمين. شيخنا مرتاح انت الان كذي، نقدر نعدل شو اسمه عندك شويه، ننزل شويه الكادر، يعني عندك إيه تنزله شوي عشان نقدر نشوف وجهك الكريم شويه بس، الله او يسلمك. إيه حاضر. ترفع. ربي يحفظك. شيخنا، احنا يعني طبعا كل الناس الان يتابعون برنامجنا حفاظ بلدي، يعني الكثير من الناس دائما تتعطش وتسمع لمشايخها الكرام مثلك وشرواك شيخنا، الله لطريقة يسلمك. بدأت النشء وطريقة حفظك للقرآن الكريم، وهذه احنا نبي نعرفها في البدايات، كيف بديت وتقربك للقرآن الكريم؟ والله سلمك الله. يعني أبلش بس من بداية النشأة، مثل ما كان سؤالك الكريم. نشأت أنا في بيئة محافظة ولله الحمد، لا هي يعني من حفظة كتاب الله عز وجل، ولا هي بعيدة عن القرآن، ماتت القرآن نهائيا، لا الحمد لله، يعني بيئة محافظة. لكن يعني ما كنت ما بين والدين حافظين القرآن بحيث أنه يخلون عيالهم يختمون وهم 6 سنوات 7 سنوات، لكن الحمد لله يعني قرأت القرآن قراءة عادية في مرحلة المدارس، وحفظت الجزء المحفوظ من مقرر التربية الإسلامية، اللي هو في خلال 12 سنة الواحد يحفظ 3 أجزاء، آخر 3 أجزاء من القرآن، هذه مشيت فيها. فكنت في مدارس الحكومة يعني، فما كانت صراحة البيئة معاونة شديدة في حفظ القرآن، ولا كانت المدرسة من المدارس اللي تعين مثل ما يكون في ما شاء الله الأحد الديني، عندي الله نعم مبارك. إيه كأنه يعني إذا صححوا لي أو تصحح حضرتك، إذا أظن يخلصون نصف القرآن أو أكثر من نصف القرآن، نعم بحيث أن الواحد ينتهي من السنة الـ12 يكون متجاوز نصف القرآن وأكثر، لكن يعني ما كان هذا موجود. ولعلك جزاك الله خير، طبعا أول شيء أثني عليك أنك أحسنت الظن فيني، وممكن أن حضرتك كأنك أظن الله أن يجزاك خير. من اللي يختم القرآن الله يسلمك في سن الصغر، ولا أمانة أنا ختمت القرآن وأنا كبير، لكن ممكن أقدر أقول اللي حصل معي سلمك الله في بداية مرحلة مدارس وكذا، كنت أحفظ شيء عادي يعني، إلى أن تخرجت من 4 ثانوي وكنت مسجل بكلية الشريعة، الله يجزاه خير العم فلاح الكليب، سجلني في كلية الشريعة. وكذلك كنت يعني التحقت شباب منطقة الشامية نادي ابن البار كذلك في نفس السنة، فمشيت على خطين، خط الجزء المحفوظ في كلية الشريعة، وكذلك الخط الثاني اللي هو مع الشباب وحلقة تحفيظ القرآن. فكنت أحاول أني أحفظ وأحاول أحفظ، لكن لازلت في تقاعس، ما كنت أنجز إنجاز كبير، سبب بحيث أني شيخ. ما كنت حاط خطة واضحة. فلذلك قعدت يوم من الايام كنت اسمع حق الشيخ هلال الله يحفظه، مؤذن مسجد ابن تيميه في الشاميه، نعم فكنت اسمع له بالاسبوع صفحه، كنت اروح نعم برجع ومع المشاغل وكذا
اشوف نهايه صفحه، بعدين الاسبوع اللي بعده صفحه، مسكت الاله الحاسبه واخذت، طبعا الاله الحاسبه على طول معي، لابد ما استغني عنها دائما، اي خطه بحطها اي كذا لازم معي الاله الحاسبه. شنو الطريقة شيخ؟ فحسبت ودنا تشرح لنا طريقة الحفظ، يعني أنت يعني كانت على كبر صح؟ على عمر يعني عدل. بعد الثانوية، يعني لا ايوه اشرحها لنا شيخ، شلون بديت فيها وتحفظ ويكون الأمر يسر وياك، تيسرت الأمور. نعم. ممتاز. سلمك الله. اقول لك من بعد 18 بلشت احفظ، من بعد 18 سنه بلشت احفظ، فتقريبا وصلت حق ثلثين القران او نصف القران، وانا تقريبا عمري 19. وبالمناسبه انا تزوجت عمري 19، كنت متزوجه مبكر، بلشت ما انا شاء عمري الله 19. ما يلا شاء الله، الله الله يرحمه، يبارك، الله يبارك، الله الله يبارك. يسلمك. فهذا كله انا يمكن ببينه من باب انه ما المشاغل ما تصدنا عن حفظ كتاب الله عز وجل، نعم. يمكن هذه لفته ثانيه. فلذلك بلشت امسك الاله الحاسبه واحسب ان على صفحه واحده باليوم بالاسبوع قاعد احفظ، متى راح اخلص؟ اكتشفت ان النتيجه طلعت بعد 14 سنه راح اختم. قلت بعد 14 سنه لا، شغلي مو صحيح، لابد اني اراجع نفسي واشوف ايش كثر احفظ. فاذكر يمكن وصلت عمري 20 سنه، كان اذكر ما كان عندي كورس صيفي، ما كنت ماخذ كورس صيفي، فتفرغت، دخل رمضان بعد الصيف، فبلشت نعم احط لي خطه واحسب ايش كثر راح انتهي من القران، حسبت اني انتهي برمضان. وفعلا ختمت 21 سنه، خلال 3 سنوات نصف القران وصلت له تقريبا انا عمري 20 او ثلثين القران، الثلث الاخير اللي هو ختمه الكويتيه مثل ما يقولون السريعه هذه، اللي تشك 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 الواحد مع مراجعه يعني بلا شك، لكن وصلت وختمت القران عمري 21. فبعدها بلشت المراجعه ومثل ما يقولون مرحله. ما بدا يتفلت عن ايه يعني، اي تفضل يعني انت الان ايه بدا يعني، انا اسف اقطعك شيخنا، يعني ابد. الان يعني 3 سنوات وانت الله يحفظك تحفظ القران الكريم، يعني في مشايخنا يعني في حلقات ويانا اهم شيء عندهم يركزون على موضوع التثبيت، ان يعني الحفظ والمراجعه حتى لو تاخذ مده اطول، ولكن انك يعني اهم شيء تثبت القران في حفظه. نعم. نعم، بلشت مرحلة مراجعة ما بعد الختم، يعني خلاص جد الحين ختمت القرآن لله الحمد، لكن يعني بتسألني بنصف القرآن تسألني بآخره وكذا، أقول لك انطر خلنا راجع. فما كانت الختمة الصحيحة، فبلشت أني أختم مرة ثانية ختمة مطولة، ما أمسك أجزاء وأقعد عليها وأخلي الأجزاء الثانية، لا أختم ختمة ثانية. الختمة الثانية يمكن خلت معي سنة، ختمة اللي عقبها يمكن خلت معي 6 شهور، بعدها أقل أقل، إلى أن خلاص صار ورد يومي من المراجعة، وأكملت في مسيرتي ولله الحمد، إلى أن يعني وصلت اليوم تقريبا راجع من جزئين إلى 3 أجزاء، بحيث أن أختم خلال 10 إلى 20 يوم وخلاص الحمد لله، يعني راضي بهذا الشيء. تمام شيخ، يعني انت الان في احد يراجع لك بعد، وانت الان شيخ وامام مسجد، يعني في احد يتابع وياك وتراجع وياه في هذا العمر، ولا بس تعتمد على نفسك؟ نعم، شوف سلمك الله، بالنسبة حق المشايخ اللي قرأت عليهم، في مشايخ قرأت عليهم ما ختمت عليهم، قرأت بعض الأجزاء اللي هم الشيخ علي الشاذلي الله يجزاه خير، مؤذن مسجد الميلم في العدلية، كذلك الشيخ هلال والشيخ سيد مؤذن مسجد بن تيمية، الشيخ محمد عجبة في مسجد قباء الشامية، وبعض المشايخ قرأت عليهم لكن نعم ما ختمت، يعني اللهم الشيخ محمد عجب ممكن نعم ختمت عليه، لكن بلشت اختم على مشايخ غيرهم كمراجعه، الشيخ عبد العزيز مؤذن مسجد في نطيس، كذلك الشيخ خميس عبد العظيم، كذلك الشيخ ياسر مصطفى الشيخ اللي هو الحين استقريت عليه، قاعد اختم عليه بالتليفون. بمعنى انا صراحه حبيت الفت هذه اللفته نعم اني اراجع بالتليفون، وهذه كيف؟ مراجعه بالتليفون. اي نعم سلمك الله، هذه فيها فائدتين. الفائده الاولى توفير الوقت، بحيث انا ممكن اذا بروح اسمع اخذ لي فتره، وكذلك الرده، كذلك ممكن تكون عند ضيافه اشرب قهوه واسولف وكذا بعدين اسمع، اخذ يمكن مشوار طويل، ممكن نعم مع الوقت يحس الواحد فيه تكلف، لكن اذا كان بالتليفون لا، بكل سهوله الوقت اللي انا اختاره واللي يناسب الشيخ طبعا. وكذلك الأمر الثاني سلمك الله اللي هو تقسيم الوقت، أنا ممكن أسمع فترة بعد الفجر أدق على الشيخ شوية، وأسمع بعد الظهر ممكن بالليل، خلصت وردي وأنا بالتليفون وبكل أريحية ومرتاح لله الحمد، ممكن أشرب قهوتي بعد. ف
هذه الشغلتين صراحة أوصي فيهم، وأذكر موقف من المواقف اللي حصل لي. كنت رايح أراجع بنك الائتمان، فأنا رايح دقيت على الشيخ وأسمع له، وصلت خذيت الرقم وانتظر دوري وأنا قاعد أسمع له. وصل دوري قلت حق الشيخ انتظر دقيقة بس، خلصت معاملتي وأنا اللي طالع دقيت على الشيخ وأنا راد إلى أن وصلت البيت. يعني خلصت أنا تقريبا بمشواري هذا ورد اليوم كله، وانا ممكن هالمشوار مضايقني ومتى اخلص المعامله وراح يعطلني عن شيء، خصوصا اذا كان فترات بنص المشاوير ما انت قادر تروح لا مني ولا منك. فهذه الشغله صراحه تفتح على الناس، خصوصا بوسائل التواصل مثل الحين مكالمه الواتساب او باقات الانترنت او باقات المكالمات اللامحدوده وغيرها. واحد ممكن يتصل اتصال عادي ما هو نت وبكل وضوح يسمع حتى مخارج الحروف ما فيها بأس. نعم شيخنا، يعني هو عبارة عن اتصال، ما يكون تواصل عن طريق التكنولوجيا الموجودة الآن، تفتح الكاميرا والشيخ يكون قدامك وتشوفه وتبدأ يعني تراجع وياه، هذه الطريقة، ولا بالتليفون عادي اتصال عادي؟ لا سلمك، اتصال عادي، كلام نعم عادية. نعم شيخنا، احنا بنوجه لكل من يتابعنا الحين اللي عنده اي سؤال، موجود البوكس علامة استفهام موجود تحت، تسألنا سؤال نسأل فيه الشيخ مباشرة، ولا اي قصة، ولا يعني معرفة الشيخ يعني كنز كبير، والكل يعني عنده حكايات وقصص عنك شيخنا، واحنا نعرف ترى يعني معلومات وايد، بس تدريجيا راح نسولف وياك فيها ان شاء الله. شيخنا، الله الله. منو كانوا المشايخ اللي كنت تستمتع يعني في سماعهم؟ والله المشايخ طبعا كثر، ولكن يعني أفضل صراحة الشيخ والأقصر بحث، طبعا الشيخ صلاح الهاشم الله يذكره بالخير، دائما صح، أنا أسمع له، اي نعم، وقبل الختمة وبعد الختمة دائما أسمع له، ولا زلت أسمع له لله الحمد. ما شاء الله. وما في مشايخ في صغرك يعني وانت صغير نفسه الشيخ صلاح الهاشم؟ بلى، بس أقصد هو رقم واحد، يعني تبتدي الشيخ مشاري العفاسي، المشايخ الثانيين ما نعم شاء الله، يعني ولا قصر بحد، دائما ان الواحد يفضل ختمه معينه، ان كانت مثلا فيها مد المنفصل او قصر المنفصل، او دخل مجال قراءه، قراءه حدر ترتيل تدوير، فبحيث انا اختار رتم معين وامشي عليه، يصير في تفضيل من هذا الجانب ولا قصر المشايخ الثانيين. نعم شيخنا، يعني مثل ما تفضلت وقلت لنا ان الوقت او وقت الفراغ او زحمه الشغل والاعمال، انت ما شاء الله تزوجت بعمر 19 سنه وحفظت القران في عمر صغير، وكذلك كملت الدراسه الله يحفظك في الجامعه، وكملت يمكن في شهاده اعلى من الجامعيه، هي شهاده ايش اللي كملت فيها؟ وهذا ما كان يعني يسكر عليك موضوع انه اللي تعذرون والله ما في وقت وما عندي وقت وبحفظ القران، فكملت انت شهاده اكثر من الجامعيه، ماستر يمكن شيخ في قسم عدل الفقه. عدل صحيح، في قسم الفقه المقارن نعم وأصول الفقه في ف جامعة الكويت كلية الشريعة. ما شاء الله. بس وردا على كل اللي يقول لك انا ما اقدر، لا والله كانت عندك مشاغل الدنيا وكان اولويه حفظ القران، بس يقول لك الواحد شو اللي خلاك يجذبك القران الكريم شيخنا؟ شو اللي خلاك انه لازم تكون قريب منه؟ هل كان القدوه البيت، الوالدين، هل المشايخ، هل الصحبه الصالحه؟ والله سلمك، مثل ما تفضلت يعني تقريبا في اسباب كثيره، يمكن على راسهم الصحبه الصالحه، اقدر اقول التصورات والمعتقدات. يعني قبل لا اختم او قبل لا اتعرف على الشباب الملتزمين، كنت اظن ان هذا شيء شبه مستحيل. كنت اشوف يمكن بالتلفزيون ان مسابقات حفظ القران يعني يختبرون في 30 جزء، كانوا يعني يقابلونهم يقول حفظ القران 3 سنوات وكذا، كنت اظن 3 سنوات يعني ما يروح مكان، 3 سنوات قاعد 24 ساعة يحفظ القرآن، فكنت أستبعد هذا الشيء وأظن أن هذا شبه مستحيل أو مقصور على بعض الناس. لكن لما شفت أنه لله الحمد كان في المسجد عندنا ابن تيمية، عند الشباب كل سنة يعني يخرج قارئ أو قارئين يختمون في رمضان، يقرون ختمة في آخر آية يكون ختمها قدام المصلين ويباركوا له بختمته، فلا حسيت أن هذا الشيء ما هو مستحيل، بالعكس ممكن. ومن اليوم الواحد يحط في باله ويسأل الله عز وجل التوفيق، بالنهاية ما في شيء يخرج عن توفيق الله عز العزيمة. وجل. اي نعم، العزيمة، ويبذل نعم السبب الصحيح، صحيح. هذا التوكل، التوكل على الله عز وجل وبذل السبب. وبعد ذلك يعني شيخ نعم تفضل. شيخنا، سؤالي حق كثير من الناس، قول لهم والآن يسمعونك بعد حفظك القرآن الكريم، في أشياء تغيرت في حياتك،
يعني من ناحية الناس، من ناحية أنت نفسيا كشخصيا تغيرت؟ يعني الناس بدأت تعرف هالأشياء، يمكن في أشياء ما حد يعرفها. والله بلا شك يعني هذا كتاب الله عز وجل، يعني هو اللي انت حاكم له، وهو اللي نستمد منه العلم الشرعي، وهو مرجعنا، وهو الأنس. الواحد إذا يبي يأنس ويشعر بالسعادة والراحة يقرأ القرآن ويختم القرآن حفظا أو قراءة، وكذلك يلتفت إلى لفتات القرآن، أسرار القرآن، مما يزيد في يقينه، يقين الإنسان. كلما التفت ورأى عجائب كتاب الله عز وجل واستخرج كنوزه، كذلك تفتح عليه أمور ويزداد يقينه ويزداد إيمانه بالله عز وجل. وكذلك الواحد يعني يستحضر فضائل ختم القرآن أو حفظ القرآن، ثم يقال لقارئ القرآن: اقرأ وابقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول ابن حجر: هذا قارئ القرآن، حافظ القرآن. وكذلك يعني استحضر أنه يبر بوالديه عندما يحفظ القرآن، بحيث أن يكسى الوالدين، يكسى الوالدان حلتين عظيمتين يوم القيامة إذا الواحد قرأ القرآن، وخصوصا إذا كان الوالدين سبب في حفظ القرآن للولد هذا. مثلما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عن فضل حفظ القرآن: فيا أيها القارئ به متمسكا، فما ظنكم بالنجر عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلة، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحين الواحد هذا فضل للوالدين، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ الولد اللي حفظ القرآن شلون فضله إذا الوالدين يكسون حلتين عظيمتين يوم القيامة؟ فهذه بعض الأمور الواحد يلتفت لها التفاتة، وكل ما فتح قلبه وقرأ أكثر واستمع أكثر راح يجد أن هذا بحر، بحر يعني، ما أقدر أعبر أكثر من كذي يعني. الله يجزاك خير على كلامك شيخنا. احنا نشوفك ترى النت عندك فيه مشكلة، يعني قاعد يقطع النت ويروح بعيد، تبي نفصل وياك وترجع مرة ثانية تاخذ لك يعني مكان افضل وتشوف النت شوية، نعطيك شوي فتشة، ايش رايك؟ عشان يكون البث اقوى، ايش رايك شيخنا؟ ودش ويانا مرة ثانية ريكويست؟ والله لان براحتك، بس انا ترى يعني متكيك على سرعة النت في هذا المكان اكثر الحين مكان انت عندي. انت تحس الحين زين وياك، انت قاعد تشوفني زين؟ انا اشوفك زين واسمعك واضح، لكن ممتاز بالنسبة لي ما عندي مشكلة بالنت. ممتاز ممتاز شيخنا. احنا بنتجه الى موضوع الامامه، متى نعم، بدات يعني الامامه؟ متى او متى وانت صغير؟ يمكن في عمر يمكن الثانويه قالوا لك تفضل انفي لنا في المسجد، من كان له يعني الدور كبير؟ والله الله يحفظك. يعني كصلاة واحدة مثلا بخصوص التراويح أو القيام وكذا، نعم صليت صلوات متفرقة في بعض المساجد في الأندلس، في الشامية، بعض المساجد. لكن كإمامة كوظيفة، أنا لله الحمد إمام معين، يعني هذه وظيفتي، بلشت فيها في 2016. لكن كصلاة عادية لا، قبل كنت أصلي في، مثل ما قلت لك، أنا على كبر يعني حفظت تطور. القرآن، ما كنت أصلي وأنا صغر. فصراحة يعني كإمامة أوصي فيها، خصوصا إذا الواحد أقبل على كتاب الله عز وجل، أنه يأم الناس، خصوصا إذا كانت عند الأهلية، لأن هذه وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ، الصلاة بالناس في المحراب خصوصا، لأن الواحد ممكن تفلت منه بعض الآيات في المحراب، ما تفلت منه أثناء المراجعة ولا عند الشيخ ولا عند أي أحد. لكن إذا تمحص عدل، أو الإنسان فعلا انحك في هذا المحراب، خلاص يعني ما دون ذلك أهون شوي. فصراحة أوصي أن الواحد يمسك المسجد إذا كانت عند الأهلية، لأنه يزيد في حفظ مراجعة لكتاب الله عز وجل. نعم شيخنا، نقدر نسمع من تلاوة قبل أن ندش في سؤال جديد، أو نسمع يعني تلاوة خفيفة من آية في بالك الآن؟ حاضر، جزاك الله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله يبارك، الله يبارك في صوتك الله ويحفظك شيخنا يخليك، أبو عبد الله. ونتجه إلى الله يجزاك خير. مشاركاتك شيخ في المسابقات، شاركت في الكويت مسابقات محلية أو مسابقات خارجية برا الكويت؟ إيه نعم، مسابقات المحلية اللي هي مسابقة الأخرافي، مسابقة الكويت الكبرى اللي هي مسابقة الأمير ولله الحمد، وكذلك مسابقة الحساوي وغيرها من المسابقات المتفرقة في دولة الكويت. وأنهيت الحساوي لله الحمد، ومسابقة الأمير كذلك أنهيتها من ناحية حفظ. الحين عاد إذا بدخل مجال القراءات، يعني مجال شوي مفتوح. هذا ما يتعلق بالمسابقات المحلية. أما المسابقات الدولية فالله يجزاهم خير، إدارة شؤون القرآن رشحوني في رحلتين، رحلة إلى تونس رحلة إلى مصر بورسعيد. فالمسابقتين صراحة يعني شفت فيهم العجب، يعني صراحة في مثلا نقدر نقول تونس كان في مقرر القرآن الكريم، كذلك مقرر كلمات القرآن الكريم، يعني حفظ القرآن مع الكلمات. فالله يهديهم يعني ما أعطونا الكلمات بداية المسابقة أو قبل نسافر، فكنا نجتهد اجتهاد من نفسنا، بس قالوا لنا من كتاب الراغب الأصفهاني المفردات، كتاب المفردات جزء عمه بس هذه الكلمات. طيب جزء عمه، يعني الكتاب مو مرتب على القرآن، مرتب على حروف المعجم، فشلون واحد يقدر يحفظ الكلمات هذه؟ فيوم وصلت هناك وكذا، المهم صارت بعض المواقف شفت واحد ينقال له أحمد الصواف، يمكن يتابعنا، هو علق تعليق الله يجزاه خير، ممكن يكون يسمعنا. فما شاء الله اكتشفت انه يوم سألوه عن الكلمات انه مر على الكتاب كله وحفظ الكلمات، قال اللي بيسألوني يسألون، انا خليني احفظ الحين الكلمات، وما شاء الله يسألون السؤال يجاوب، يستحضر الكتاب عن ظهر قلب، يعني اللهم بارك. فاستغربت صراحة، يعني هذا كان متسابق ما شاء الله من عمان. فالواحد لما يروح مسابقة دولية يشوف تجارب الناس شلون يحفظوا القرآن وشلون عندهم همم، يعني يتعجب ويحتقر نفسه وتزيد همته. وكذلك في مسابقة بورسعيد شفت واحد من المتسابقين قال له شيخ أحمد مصري، فاللهم بارك اللهم بارك، يعني صغير بالسن ما هو كبير، كان عمره أظن 25 24، لكن من كثر إتقانه لكتاب الله عز وجل كان استحضار عجيب للآيات. فكنت أسأله بعض المواضع، كانت عندي أسئلة أول أوائل المسابقة اللي في قطر، توقع كل 3 سنوات في عندهم أسئلة صعبة، فأخذت الأسئلة هذه بلشت أسأله، فما شاء الله يجاوب. الأسئلة كانت منتقاة، يعني بحيث أنه يسألون سؤال اقرأ من قوله عز وجل سيحلفون، طيب هذه أي سورة وكمل لي شوي، لا لا بس أنت تدري أنه ما في كلمة سيحلفون في القرآن إلا موضوع واحد في سورة التوبة. فكنت أسأله أسئلة ويجاوب، أسئلة ويجاوب، إلى درجة أنه من كثر ما تعجبت فيه حلمت فيه لما رجعت الكويت. فكان عندي رقمه فكلمته بالحلم، طبعا الحين قاعد حلمت اني سالته في موضوعين، فقلت له اقرا من قوله عز وجل، هذه بعض ايه يعني من نصف الايه، وهذا سؤال ما يسال لانه صعب ان الواحد يستحضر من نصف الايه، الا الذين كفروا، فجاوب هذه في سوره غافر، الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فتعجبت انه في الحلم، سالته موضوع ثاني قلت له اقرأ من قوله عز وجل الله الذي نزل الكتاب، قال ما أعرف، هذا الحلم الحين. لما قعدت وتعجبت من الحلم هذا كلمته قلت له شيخ حلمت فيك الحلم فلاني وكذا، وسألتك الموضوع الأول إلا الذين كفروا، فجاوبت عليه ما شاء الله عليك في الحلم، وهذا يحق لك يعني في سورة غافر وجاوبت. أما قول عز وجل الله الذي نزل الكتاب فما كنت مجاوب عليه، لكن ما شاء الله همتك عليه، قال معروفها بتاعت الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب، قلت له أيوه ما شاء الله عليك جبتها. ما شاء الله، هذا إي والله، هذا السؤال دائما أسأله خوش الناس ما احلام، يجاوبون عليه. ما شاء الله والله، ما شاء الله، بس ما شاء الله يجاوب مو بالحلم، جاوب 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 بالصدق. بالصدق. إي شيخنا في اسئله ما شاء الله الصندوق موجود، والناس ما شاء الله يعني
عندنا برا بالدايركت طبعا. هل أخذت الإجازات ومن هم؟ في سؤال، هل أخذت الإجازات شيخ ومن هم؟ هذا سؤال نعم سعد يقول لك. اي نعم، أخذت إجازة لله الحمد على الشيخ عادل أبو بكر من المدينة، لكن في رواية الكسائي براوي أبو الحارث والدوري، لكن سبحان الله يعني ختمت أكثر من ختمة لله الحمد على أكثر من شيخ في حفص، لكن ما أخذت إجازة، مع أنهم عندهم إجازة ويجيزوني، بس كنت أقرأ قراءة الحجر السريعة كمراجعة، وما كان هدفي إني آخذ إجازة، لكن الشيخ هذا كنت أقرأ عليه قراءة ترتيل لابد إنه قال لي، وكان ما شاء الله عليه يعني ما عنده يمين يسار وكذا، اقرأ وشوي شوي وبعطيك إن شاء الله الإجازة. فعلا برمضان اللي فات أخذت عليه الإجازة، وسبحان الله أخذت في غير حفص، لكن في حفص ما عندي فيها إجازة. نعم شيخنا، ما شاء الله يعني طريت طار المدينة، سمعتك تقول المدينة، وعندك ما شاء الله رحلة اسمها رحلة ربيع القلوب. ايش قصة الرحلة للمدينة وسنويا تنظمونها؟ صحيح. والله هذه رحلة ينظمها نادي من البار الله يجزاهم خير، كل سنة في الربيع، وأحيانا يسوونها بالصيف بعد. فالرحلة هذه يسوونها نادينا ونوادي كثيرة يعني في الآلية شنو المدينة. هي يا شيخ؟ يعني واحد بيحفظ قرآن يعني هو تصير فترة نعم. الكورس الأول مثلا أو الكورس الثاني حلقات تحفيظ القرآن بالكويت، واللي يجتاز المقرر أو يجيب درجة معينة خلاص يبتدي يرشح للمدينة ويروح للمدينة، ويصير فيها تنظيم رحلة هناك مراجعة للقرآن مكثفة. والمدينة ليش تم اختيار المدينة؟ لأسباب كثيرة، ومن أهمها 4 أسباب تقريبا. السبب الأول سكينة المدينة وطمأنينتها، أن الواحد سبحان الله ينشرح صدره إذا راح المدينة، وشيء عجيب يعني. حتى كنت بالطيارة سولف مع واحد كبير في السن، قلت له عمي أنت ليش تيجي المدينة كل سنة وكذا، مع السوالف يعني عرفت انه فقال لي يا وليدي احس براحه، راحه ما هي طبيعيه لما انا اروح المدينه، فادمنت على ذهابي المدينه. فعلا يحق له، هذه من بركات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه. فهذا الامر الاول اللي هو انشراح بس الصدر في المدينه والسكينه، فهذا يعني ينشا منه ان الواحد يكون حفظه اسرع اقوى. فهذا الامر الاول. الامر الثاني اللي هو وجود ماء زمزم. ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، وإلى آخره من الفضائل وردت في ماء زمزم. وكذلك الأمر الثالث اللي هو التفرغ التام، يعني الواحد إذا كان في ديرته راح يتفرغ تفرغ تام، لو شنو يسوي إلا يعني في نوادر، لكن إذا واحد كان مسافر حتى لو غير المدينة لابد أنه يكون متفرغ، لأنه لا تليفون مع خطه الأساسي، ولا ان الناس حوله، ولا مشاغله الى اخره. وكذلك ممكن الامر الرابع اللي هو ما شاء الله المشايخ الموجودين هناك، والجو جو تحفيظ القران، وصغار في السن ما شاء الله يحفظون القران وممكن يحفظون الصحيحين. فالواحد اذا راح هناك ينتقل الى جو اخر، كذلك مع تحفيز الشباب وبرامجهم ومنافسات مع الحفظه، هذه كلها عوامل تساعد في حفظ القران. فهذه نقدر نقول تلخيص عن رحلة ربيع القلوب اللي نظمها نادي من المار. بس دائما يسألونا شيخ، يعني دائما في الحلقات يسألونا يقولون كيف نسجل في مثل هذه الرحلات؟ يعني نبي نسجل عيالنا، شنو الآلية، شنو الطريقة؟ والله شوف، يعني كتسجيل للرحلة هذه مثل ما قلت لك، احنا نادينا لطبيعة خاصة اللي هي انه لابد ان الواحد يجتاز المقرر في الكويت، بحيث انه في فترة الكورس الأول أو الكورس الثاني يلتزم بالحلقة كمكافأة لأنه يروح المدينة. لكن في نوادي ما شاء الله ينظمونها يصير في إعلانات قبلها، واللي يسجل قد يكونوا ما يعرفون بعض اللي مسجلين ويسوونها، يعني سمعنا عن نوادي كثيرة ما شاء الله تبارك الله مثل ما شرحت لك. سامعني ابو محمد؟ ايه ابو عبد الله، انا ما اسمعك، ما قاعد اسمعك شيء لان يقطع عندي، يعني انا قاعد اشوف انت صورتك اشوفها عندي مو واضحه. انت انا تسمعني عدل كذلك، صح؟ انا اسمعك عدل واشوف شوي صورتك مخوت، بس صورتي اشوفها عدل، فما ادري الصراحة مشكلة ايه النت ولا
اعتقد ان في شيء بالنت، اعتقد ان في. براحتك فالحين ابو. زين، ولا تبي نسكر تبي نسكر ونرد مرة ثانية؟ احسن لنا ناخذ بس بهالثواني هذه، نرتب بس احنا يلا ناخذ توكل على فاصل الله، يا شيخ، نسكر وياه ونرجع مرة ثانية. توكل. الله يعطي الصحة العافية شيخنا، وراح ندش مرة ثانية وناخذ الشيخ. اعتقد ان المشكلة في التقني في موضوع النت، الانترنت موجود. طبعا انتم عارفين هالفترة هذه الناس كلها. اتمنى الشيخ انه يعطيني الريكوست هذا الشيء. طبعا هذا ناظر الشيخ. حتى مو قادر احصل اسم الشيخ موجود من ضمن اللي طالبين الريكوست. ان شاء الله الشيخ يسمعني اي نعم سمعني الشيخ، وان شاء الله يكون عنده انترنت زين، تطلع الصورة واضحة ان شاء الله. سامعك اي ابو نعم حمزة، شيخنا. اي ابو سامعك. عبد الله، تعال بارك، الله حياك الله يسلمك من جديد. الله يحييك. وتفضل، يعني تفضل، كنت تتكلم عن موضوع الرحلة صح؟ كانت الرحلات. نعم، اسلم، انا انهيت كلامي الله يسلمك، شرحت طول. باختصار فوائدها. نعم شيخنا. شيخنا يعني في طبعا حلقات موجودة بالكويت، هل إنه طبعا شاركت في هذه الحلقات شيخنا كيعني معلم فيها؟ اي نعم، نادينا من البر، اني اشرفت على حلقات لكن متقطعه يعني، ونقدر نقول وديه، اقرا الشباب الصغار يسمعون لي بعض المقررات، لكن كختمه كامله امشي مع طالب لا ما مشيت فيها صراحه. بس شيخنا الحين طبعا على الوضع هذا، ما كان عندك بالتواصل يعني بأي وسيلة انك يعني مع طبعا الشباب، خاصة في الشريحة الصغيرة اللي تتواصل معهم في الحلقة ولا في البيت وتقرأ وياهم؟ أن أقرأهم؟ ايه لا والله صراحة كأقرأ موقف حاليا. نعم شيخ، في سؤال يعني واحد ما شاء الله قاعد يعيد 3 مرات 4 مرات، ما ادري هذا شخص يعرفك، خلينا ناخذ شوية. بيت عمك منصور فاقدينك رمضان السنة هذه، وعودك كل سنة أول رمضان تقرأ سورة الكهف في بيتهم. طبعا بيت عمك منصور، سورة شنو البقرة سر يعني. عمك منصور؟ هذا يبي شنو عمك منصور تقول لنا الحين على الهواء؟ كل سنة دائما عند عمك منصور تقرأ سورة الكهف هناك، سورة سورة البقرة البقرة، سلمك الله. آسف سورة البقرة. إيه والله هذه شنو سلمك قصتها؟ الله، من باب البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة: لا تستطيع البطلة وتنزل على البركة، من هذه الفضائل. فكنت أقرأها في البيت، وأحيانا كنت أقرأها في المسجد، أو يعني متقطعة وكذا يعني مع مراجعتي. فأقول ليش ما أستغلها بوجودي، بس أثبت نفسي أني أكون قاعد في بيت من البيوت وأقرأها، تنزل البركة في هذا البيت. فكنت نعم يعني بيت عمي منصور أو غيره، يعني كل مرة بيت، كل ما أمر على سورة البقرة أخصصها في بيت من البيوت. فكنت كل سنة هم الله يجزاهم خير يعزمون أول يوم في رمضان نفطر عندهم، فقبل الفطور أكون عندهم ساعة ساعة وشي، بحيث أني أقراها وأخلص وبعدين نفطر مع بعض. ما شاء الله شيخ، تقراها كامل كاملة يعني. إيه ايه ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك شيخ. الله. شيخنا بنسأل اهم الصفات والسمات اللي لازم تتوفر في حافظ القرآن الكريم، شنو اي رأيك نعم. اهم صفات؟ شوف سلمك الله، يعني الواحد اذا بيتكلم عن الاخلاق وفضائل الاخلاق الى اخره ما راح يخلص، باب كبير وممكن يكون مشهور ومعروف بين الناس. لكن نقدر نقتصر على آية: وانك لعلى خلق عظيم. الواحد يطبقها على نفسه ويأتسي باخلاق القرآن وما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. لكن ابي التفت، لو بتكلم عن الكرم موجود في القرآن، بتكلم عن الشجاعة، بتكلم عن العطاء إلى آخره، كل هذا أمر معروف مشهور. لكن ودي ألفت التفاته اللي هي نعم من أهم الصفات، أن الواحد نقدر نقول مثل ما ورد في فضائل قراءة القرآن وحفظ القرآن، كذلك ورد ذم من يعني يتصدر ومن يسلك هذا السلك، كذلك في آخر الزمان، بحيث أنه مثلا الأحاديث اللي وردت، وكذلك أحاديث وردت في القراء: أكثر منافقي أمتي قراؤها، وإلى آخر الأحاديث اللي وردت.
واحد ما تصده هذه عن القرآن ولا أنه ما يسلك هذا الباب، لا يسلك، لكن يحذر على نفسه ويخاف، لأنه ممكن يقع في هذا الوعيد والعياذ بالله. فالواحد إذا دخل في هذا المجال ممكن يكون معرض للفتن، ونبلوكم الشر والخير فتنة، ممكن يكون باب فتنة، الشهرة والنجومية، وممكن تحصيل الأموال، ممكن إلى آخره، ثناء بعض الناس، ممكن البعض يعني يطري ويبالغ في الثناء وكذا، وهذا الواحد يطق العجب والكبر، ممكن هذا الأبواب كلها مفتوحة. لكن الواحد بحيث أنه يجتنب هذه الفتن ويسأل الله عز وجل التثبيت، فيسلك هذا الطريق، طريق حفظ كتاب الله عز وجل، بدون لا يدخل هذه الأبواب، يات الشهرة ما التفت لها أنا، يات الأموال من وراء القرآن ما التفت لها، اللي يجي أنا ما أبحث عنه، أنا أهم شيء رضا الله عز وجل والأجر من الله عز وجل، وما بعد ذلك اللي يأتي يأتي، بس ما أبحث عنه. من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه، اقتل القتيل، مو تاخذ السلب، خذ القتيل اقتله بهذه الطريقة. يعني طبعا مثل ما قلت لك، هذا جرنا سؤال شيخنا، ما رأيك في القراءة بالمقامات والمبالغة فيها، زين، على حساب أحكام التجويد؟ يعني شنو رأيك في الموضوع؟ شوف، بالنسبة حق المبالغة فيها بلا شك، يعني الشيء إذا بلغ تعدى حده انقلب ضده مثل ما يقال، ومثل ما ورد في الآية طبعا قبل ذلك، وما أنا من المتكلفين. بلا شك المبالغة في أي شيء أمر مذموم، لكن الكلام على المقامات بشكل خاص، الحقيقة تكلم فيها أهل العلم، القراءة بالألحان كما يعبر عنه العلماء، القراءة بالألحان والتغني في القرآن على قواعد النغم فيما يقال. فما في بأس ان الواحد يتعلم المقامات ويقرأ بالمقامات، لكن يحافظ اهم شيء على التجويد، وكذلك يتدبر كتاب الله عز وجل، ما يلتفت للجمال الصوت وكذا وينسى المعنى وتدبر الآية، كتاب انزله اليك ليتدبروا آياته. فالمقصود التدبر، وليس ان الواحد يهمه الصوت اهم شيء وكذا، لكن اذا حافظ على التجويد وكذلك حافظ على ان ما يتعلم ابواب مثلا قلب المعازف وكذا والموسيقى، يجتنب طريقه التعليم السيئه، وان شاء الله ما فيها بأس. بالعكس، ورد فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي حديث اخر: ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما اذن يعني ما استمع الله عز وجل لهذا الشيء، الا كما يعني مثل ما يقال هذا النبي الذي يتغنى بالقران. وداود عليه السلام كان يتغنى بالزبور، وكانت الطيور تقف تسمع لجمال صوته، تسمع جمال صوت داود عليه السلام. وكما ورد في عن بعض الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. وكان داود عليه السلام يتغنى ب70 لحن. وكذلك ورد عن ابو موسى الاشعري انه كان يقرا بصوت له في ناحيه المسجد، ففي صوت له احيانا يقرا فيه هذا الصوت، كما يعبر بعض العلماء التحزين والتطريب الى اخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سوره الفتح بقراءه جميله، توصفها بعض الصحابه كيف يعني يعبر الصحابي عن العرب اللي نسميها العرب، شلون الواحد يجمل صوته بالعرب مثل ما يسمونه البعض التجريح. فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، حتى ابن حجر يشرح هذا الحديث، ومكتوب في فتح الباري: ألف ألف ألف، يعني حرف الألف كيف انه قطع فيه يعني 3 مرات حط حرف الألف. فبالعكس، ورد فيها أحاديث، ورد فيها أمور يعني موجودة من في كلام أهل العلم. شيخا، هذا ردا على الناس اللي تقول لك انا ما احفظ القران لان صوتي مو حلو، انا صوتي مو حلو ليش احفظ القران؟ هذه اكثر الناس يعني حاطينها بين قوسين، ان الموضوع لازم يكون صوته جميل عشان يحفظ القران. شو تقول بهذا شيخ؟ طبعا بلا شك، مو بالضروره انه يكون واحد صوته جميل، لكن في وسائل لتحسين الصوت، وان كان ممكن يوصل لمرحله جيده، ممكن ما راح يوصل الى المرحله 100%، لكن اهم شيء انه يخلص النيه لله عز وجل. هو مو نعم يبي يقرا القران يحفظ القران عشان يكون محسوب على القراء، ولا عشان يصدر في المجالس والصلوات، لا، هو علشان يفهم كتاب الله عز وجل، وعلشان
يعمل بما فيه ويحصل على الأجور من الله عز وجل، كيف يعني تدخل هذا الشيء؟ هذا شبهة من شبهات الشيطان، مثل ما يقولون يعني يا إما يسرني أظلمه، يا إما أقرأ القرآن صوتي جميل ولا ماني قاري ولا حافظه، ما هم ما يصلح. نعم، احنا طبعا من تعليقات شيخ يعني نترحم على والدتك عسى الله يرحمها، آمين وذكرت الله يعني في يسلمك. احد الاحاديث انت قلتها، طبعا يقول ان الحديث دائما والدتك تكررها رحمه الله عليها. وطبعا اخونا يبي شيخنا يبي يسمع بصوتك اقرا لنا سوره الملك، ممكن نسمع؟ إيه حاضر. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طبعا الشيخ ما شاء محمد الله، عجبه موجود، شيخنا اي ما شاء الآن الله ما شاء الله، ختمت بارك عليه الله فيك، ويعني قرايتك الله يحفظك الله شيخ يخليك هاديه هاديه، يعني الله يبارك لك الله ويحفظك. يبارك. وطبعا ما شاء الله معنا الحين قاعد اشوف كاتب ما شاء الله اخونا الشيخ خالد الراشد، طبعا داش ويانا الله يجزاه خير، متواصل عسى ربي يبارك له، وكان ويانا آمين احد الحلقات صح. وامتعنا حقيقه في الحلقه. شيخنا نبي نتكلم، طبعا في سؤال، انا بس في سؤال يعني طبعا تو سؤال من طبعا المتابعين، يقول السؤال يقول لك السؤال من محمد بن علي، كيف اكون من حفاظ القرآن الكريم؟ نصيحة شيخنا. يعني هو طبعا انا بتكلم بشكل عام، لان لابد ان اعرف على الاقل عمره، على الاقل ايش كثر حفظ وكذا، لكن بشكل عام الواحد من جد وجد، اذا بذل الاسباب وتوكل على الله عز وجل والاخلص النيه، اهم شيء انه يكون اخلص النيه لله عز وجل، سيفتح عليه حفظ كتاب الله عز وجل. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ الواحد هذا ما راح يعرفها الا لما يوصل حق هذه النتيجه ويتيقن بمعنى هذه الايه. فبالعكس الباب مفتوح، نعم لكن ممكن أحتاج أنا بعض المعطيات علشان أقدر أجاوب على السؤال بشكل تفصيلي، لكن هذا بشكل عام. نعم زين شيخ، هل هناك تمارين تساعد يعني على تقوية الذاكرة في حفظ القرآن الكريم؟ والله شوف، يعني إذا تحب أخلي هذا السؤال الأخير نختم فيه، نرجع شوي، لأن ممكن راح أفصل نعم فيه نوعاً ما، لأن فيه كلام نوعاً ما يا ريت ودي الحين، يعني أفيد يا فيه. ريت تفصل فيها الحين بعدين ندش بسؤال، يا ليت الحين شيخ، حاضر لأن الوقت عاد باقي تقريبا 12 دقيقة. جيد مناسب. شوف سلمك الله، بالنسبة حق تقوية الذاكرة و تكثيف الحفظ أو حفظ القرآن بشكل متقن، يعني الواحد يسأل الله عز وجل أن يصل هذه المرحلة، وإن ما يكون بلغها، لكن يبذل بعض الأسباب، ومنها اللي بحاول أذكره ونتدارسه مع بعض، اللي هو في شيء اسمه القراءة البصرية. نقدر نمر على القرآن بالبصر، بحيث أن الواحد ما يتلفظ بالآية، لكن يمر على القرآن بالبصر على الجزء اللي يبي يحفظه، مرة مرتين ثلاث، لا تأخذ مني عدد أنا معين، كل واحد بيعتمد عليه، لأن أنا شخصيا ما طبقت على نفسي عدد معين، بعض ما شاء الله يمكن يحدها برقم معين وكذا، اللهم بارك. أنا عندي متى ما الواحد يعني انفتح عليه وأتقن الآية خلاص، تعتمد من شخص لشخص. فيقرأ بالقراءة البصرية، كذلك يقرأ بالحفظ أو الحفظ المجنح نقدر نقول، بحيث ان تكون الصفحه في لها جناحين، هذه الصفحه يحفظ الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها، بحيث ان تكون صفحه لها جناحين، عشان يعرف يربط من صفحه الى صفحه، ما يضيع اذا انتهى الوجه هذا شنو الوجه اللي بعده، لا يكون عارف حفظ مجنح. وكذلك يسمع للقراء، للشيخ اللي يرتاح له، وكذلك يسرع القراءه، إذا سرع القراءة وقرأ مع الشيخ وسبق الشيخ شوية،
هذا نوعا ما راح يولد عنده سماع القرآن بالذهن، بحيث انه ممكن يستحضر الآية حتى بالذهن، بحيث لو توقف عند الآية إياك نعبد وإياك نستعين، لما يوقف بذهنه راح يسمع اهدنا الصراط المستقيم، فعلى طول يبلش بالآية اللي بعدها. هذا كذلك من الوسائل. وكذلك من الوسائل تقوية الذاكرة القراءة البحثية، بحيث انه يجعل القراءة البحثية بحيث يحط في باله بهالصفحات معينة بدور على الكلمة الفلانية، ويمشي بالقراءة البصرية، يمر على القرآن على الجزء اللي يبي يحفظه ويمر عليه يلاقي بس الكلمات اللي يبي يبحث عنها. هذا كذلك تقوي له الحفظ بحيث انه يكون مركز اكثر. وكذلك اللي هي الانعاش، نقدر نقول نسميه الانعاش السمعي، كلنا عندنا لابتوب بحيث انه يفتح له صفحتين ثلاث اربع من الصفحات، يحط له اكثر من تسجيل صوتي مثلا، يدخل على اكثر من مقطع ويشوش على نفسه، ويمسك المصحف ويحفظ. هذا ممكن يشوش عليه عدل، لكن هذا راح يقوي عند التركيز. اول ما يطفي الاشياء هذه كلها وخلاص يكون في جو هادي، هني راح يكون عنده قوة هائلة من التركيز والحفظ. فهذا كذلك من الطرق اللي هو الانعاش السمعي. وكذلك لابد يستحضر ان طبيعة القرآن التفلت، يتفلت القرآن، هذا طبيعة للقرآن. كتاب الله عز وجل عزيز، مهما يكون واحد حفظ لابد ان يتفلت القرآن، لكن هو يبذل هذه الأسباب ويختم ختمات. انا صراحة اوصي ان الواحد ما يركز على جزء معين وما ينتقل للجزء الثاني إلا بعد فترة طويلة، لا يختم ختمة بعدين ختمة ثانية أسرع، مثل ما شرحت في البداية أنا ختمتها من 3 سنوات، بعدين ختمة بعدها سنة، بعدها 6 شهور، 5، 4، بهذه الطريقة راح يوصل متأخر بس يوصل عدل. أحسن ما الواحد يقعد في أجزاء معينة وما ينتقل لها إلا بعد فترة راح ينسى الأجزاء الثانية، خلاص تقادم عليها الوقت. فهذه ممكن بعض الطرق من الواحد. هذه ممكن تحتاج جلسات، يعني جلست انا مع بعض الشباب اخوي وبعض الشباب، جلست معهم شرحت لهم هذه الاشياء بالتفصيل وتابعت معهم، ولله الحمد يعني وصلوا حق نتيجه جميله في طريقه الحفظ. فاوصي الصراحه بهذه الطريقه. نعم شيخ، طبعا ابي نلفت انتباه كل من قاعد يتابعنا، اي سؤال موضوع الفتاوى هو مو برنامج فتاوى، طبعا هو برنامج حفاظ من بلدي، واحنا طبعا نسال الشيخ في موضوع الحفظ وموضوع طريقه الحفظ وكيف بدايه النشاه مع كتاب الله الكريم. ولكن اذا اي فتاوى او شغله راح نرسلها طبعا على برنامج للساعه 4:30 الى الساعه 5:30 مع الشيخ محمد الطبائي، راح يرد على الاجوبه ان شاء الله. شيخنا الان يعني كان لك دور فعال في يعني خلينا اقول لك مراكز، كان في عمل تطوعي في جمعيات غيرها من الامور هذه، حدثنا عن الجانب الثاني. اي نعم، شاركت في جمعيه الجمعيه الكويتيه كنا صح؟ اي نعم، جمعيه الكويتيه للعمل الانساني اشراف الشيخ عدنان عبد القادر، طبعا هو شيخنا وله فضل علينا بعد الله عز وجل. انا معاهم في قسم البعوث، قسم متابعة المبتعثين من الدول الأخرى، ولله الحمد يعني مشرف معهم في هذا المجال، بحيث أن نتابعهم ونوفر لهم الدروس وحلقات تحفيظ القرآن في الجامعة والمعهد الديني، وكذلك التطبيقي، وكذلك مع نادي ابن البر كذلك مشرف معهم، بحيث أن النادي هذا اللي طلعت أنا منه لابد أن أرد الجميل له. جزاك الله خير، الله يجزاك خير. الله يسلمك. شيخنا شارك طبعا في حمله، طبعا في الحج مع اكثر من حمله اتوقع سنويا إيه نعم، شارك فيها. إيه نعم، لله الحمد شاركت معاهم كمرشد ديني، ما وهذه شاء الله. صراحة لها فوائد كثيرة. يعني الواحد إذا راح الحج وشاف الناس خصوصا اللي هذه الحملات حاج مثلا أول مرة، يثقفهم ويعلمهم ويعلقهم كتاب الله عز وجل، فهذا صراحة باب يعني حبيته، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني عليه. آمين آمين يا رب العالمين. شيخ قبل أن أختم وياك، عسى ربي يحفظك ويبارك فيك، ونبي طبعا نصيحة آمين آمين. يعني لاستغلال شهر رمضان الكريم في قراءة القرآن أو في حفظ القرآن ومراجعته، النصيحة اللي تنصح فيها خاصة طبعا كل من يتابعنا في خاصة في هذا الشهر. والله مثل ما تفضلت يعني بالجملة الأخيرة، خاصة في هذا الشهر، لأن هذا الشهر ما في مثله، يعني ما مر علينا رمضان بهذه الطريقة، الكل مفرغ عن العمل، كذلك الحظر، بحيث أن الواحد ما راح يطلع وراح تكون عنده مشاغل، ويعني
هذا الشهر بشكل يعني مثل ما يقال من قبل هذا الشهر واحنا مفرغين لكتاب الله عز وجل، ما في دوامات نعم الا يعني النوادر من الناس اللي مرتبطين بعمل عسى الله ياجرهم. فالواحد يفرغ نفسه كذلك ويشد شد حيله، لان البعض ممكن تختلط عند الامور والجدول يكون معتفس، ممكن البعض يعني كان يصلي صلاه التراويح الحين ممكن ما يصليها، البعض ممكن طوفه بعض الصلوات، كونه يعني الجداول شويه نوعا ما متلخبطه. لكن الواحد لابد انه يحزم اكثر ويشد حيله ويثبت ورد القراني موجود مهما يكون انا معتفسه بعض الامور عندي، لا لكن كتاب الله عز وجل ثابت لوقت معين، ان كان فتره الصباح او المساء او الفجر او الى اخره، فيقبل على كتاب الله عز وجل ويعلم علم اليقين ان المستحيل اذا سواه واحد ما صار مستحيل. فهل ممكن ان يختم كتاب الله عز وجل في هذا الشهر؟ ممكن كقراءه او كحفظ، ممكن اذا كان واصل او اجزاء كثيره ممكن انه يختم في هذا الشهر، يشد حيله ويبذل السبب ويسال الله عز وجل التوفيق. فهذه كلها ترجع للمعتقدات والتصورات السابقه، مثل ما ذكرت في البدايه شلون كنت اظن ان هذا الشيء مستحيل، ماكو احد يختم القران الا نوادر من الناس، فكيف لا ظنت هذا الظن وطلع ما هو صحيح، لكن كثير من الناس لله الحمد ختم كتاب الله عز وجل، فيستقل في هذا الشهر قراءه القران، قراءه التفسير، هذا يدل على حبه للقران، يعني كيف يقرا قصار السور، غاسق ما هو الغاسق، الا تركبنا طبق عن طبق، شنو الايه التفسير هذه، شنو يقرا التفسير، يتعلق بكتاب الله عز وجل الى ان يلقى الله وهو عنا راضي. آمين. شيخنا الله يحفظك، في سؤال قاعد يسألون طبعا عندنا بالدايركت، يقول لك أي شيخ أي مسجد يصلي، إمام وخطيب أي مسجد؟ نعم، مسجد العلبان في كيفان قطعة واحد. نعم، وشيخ كان في مسجد قبله ولا من تعينت في وزارة الأوقاف كزميل ويانا في مسجد العلبان مباشرة؟ كنت في مسجد العتيجي في الشامية، وكذلك مسجد بن تيمية مسكته شوية الشامية، وبالبداية شوية تلقت كان بأكثر في مسجد. مسجد لطيف المزارعي هذا في شارع زينة، هذا لابد إن على طول يقطون لك يلا عليه إذا قلنا توظف، قلنا ها دورة قول تدريبية لنا خاصة قصته. هناك. عرفت المسجد يم كنا التطبيقي اللي على الشارع صح؟ صح، أيوة هو اللي بشارع الزينة نفسه، هذا دورة ايه تدريبية حق كل إمام، تروح تظن ان الامر طبيعي وكذا، يقول لك روح لمسجد لطيف المزارعي بشويخ، وانت ساكن كيفان قريب عليك، يا جماعه يمين يسار نبي كيفان، لا روح هناك، تروح هناك دوره تدريبيه، يعني تروح قبل الاذان تصلي جماعه ثانيه من الزحمه والناس وكذا، إن شاء الله كله فمريت بأجره، بهذه التجربه. صاد 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 كله بأجره إن شاء الله كله بأجره. شيخنا طبعا يعني قبل أن نختم وياك على موضوع طبعا خاصة أولياء الأمور الآن، يقول لك أنا عيالي صغار، يعني نبي نصيحة خاصة بالأعمار الصغيرة كيف يحببه في القرآن الحين خاصة في فترة شهر، أو خليه يقرأ، يعني شنو الطريقة السهلة اللي يقرأ مع ولده وهو صغير ب5 سنوات 6 سنوات الأعمار هذه؟ والله تشوف ماكو على التكرار، يعني خصوصا في برامج كثيره وفي مقاطع كثيره ما شاء الله اللهم بارك متنوعه، اللي يحط لك قارئ يكرر الايه، اللي يحط لك برنامج يكرر الى اخره من البرامج الكثيره اللي ممكن انا اعجز عن يعني ذكرها، فيكرر القران ويرسخه في قلوبهم في هذا السن بشكل خاص، لانه باتر راح تصير عنده الامر هذا سهل ومعروف وسامعه بالصغر، الحفظ بالصغر تمام كالنقش على الحجر، يستغل هذه نعم الفتره من العمر بتحفيظه، يعني واحد تحسف عقب ما يطوف عليه القطار يقول يا ليتني حفظت وصار علي سهل، هالأجزاء صعبة الحين مع الكبر، النقش بالكبر كالنقش على النهر. صح. الله يبارك لك شيخنا، آمين وأمانة اللهم طبعا صل احنا وسلم. ودنا احنا ننوه لكل من الان يستمع لنا ويشوفنا الان على برنامجنا حفاظ من بلدي في حسابنا انستغرام باتر في نفس الموعد، طبعا الوقت انتهى، باتر في نفس الموعد ان شاء الله من 10 ل 11 مع فضيلة الشيخ خالد السعيدي امام وخطيب في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، باتر راح يكون ويانا، نعم وراح طبعا راح يكون طبعا الشيخ ما شاء الله الله يحفظه من القصص والحكايات الجميلة، راح يتكلم إن شاء الله عن مسيرته في حفظ القرآن الكريم. كل الشكر لك فضيلة الشيخ فهد عبد الله العجمي إمام العفو وخطيب في وزارة الأوقاف.
استمتعنا وياك بالحديث، وعسى الله يبارك الله فيك يسلمك. ويطرح فيك البركة إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في أعمال جاية إن شاء الله بإذن الله. على خير، على خير إن شاء الله. الله يجزاك خير. تسلم، يلا تسلم يا شيخ، الله حياك يسلمك، الله، مع الله السلامة. يخليك. السلام عليكم. الشكر طبعا لفضيلة الشيخ فهد أبو عبد الله، وإن شاء الله راح نلتقي معاكم نفس الموعد باكر، ولا تنسون تنزلون تطبيق رمضان في بيتك لتستفيدون وتشوفون كل الحلقات والدروس والبرامج اللي قاعد تعدها وزارة الأوقاف خلال هذه الفترة. كل الشكر على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله بنفس الموعد مع فضيلة الشيخ خالد السعيدي إمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ذاك الحين نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.